من مجموع الروايات تستفاد أن المعصومين الأربعة عشر علمهم سواء كلهم، فقط الفرق فرقان، فرق بين رسول الله صلى الله عليه وآله والمعصومين الثلاثة عشر أن رسول الله نبي، أولئك ليسوا بأنبياء. الثاني درجاتهم مختلفة، علي وفاطمة عليهما السلام أفضل من الأئمة الأحد عشر، وهكذا. وإلا في كل شيء كلهم سواء. شوفوا الصور في باب أكو في البحار الأنوار للعلامة المجلسي، أو أكثر من باب هذه الروايات مذكورة فيه. علمهم سواء.